أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أعلنت وكالة الأنباء البريطانية البي بي سي قولها أن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس قال إنه لن يغفر وينسى محاولة اعتقاله بسبب مزاعم بشأن ضلوعه في جريمة اغتصاب. وقال أسانج في تغريدة غاضبة النبر على موقع تويتر أنه ظل محتجزا لسبع سنوات دون تهمة تذكر بينما كان أولاده يكبرون وهو بعيد عنهم. وجاءت تصريحات أسانج المتحدية بعد ساعات من إعلان النيابة السويدية إسقاط التحقيق في المزاعم الموجهة ضده. هذا ويعيش مؤسس موقع ويكيليكس لاجئا في السفارة الإكوادور في لندن منذ عام 2012. وفي وقت سابق الجمعة قررت مديرية النيابة العامة السويدية إسقاط التحقيق في مزاعم بشأن ارتكاب أسانج جريمة اغتصاب. وطلبت ماريان ناي رسميا من محكمة ستوكهولم الجزئية إلغاء أمر القبض على أسانج لتنهي فيما يبدو صراعا استمر سبع سنوات مع صاحب الموقع.